اتفضل يا سيدي، ادينا وصلنا. اكيد هنلاقيه. يلا. طب ايه؟ ايه؟ ايه 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 يا حبيبي؟ ايه مش هتنزل تسال عليه ولا ايه؟ الله، مش الفكره كانت فكرتك من الاول؟ ايوه طبعا فكرتي، بس دي جدتك انت مش جدتي انا، والله لو كانت جدتي كنت نزلت سالت. ايه ده يا معتز؟ ايه ده، انا عمري ما كنت اتصور انك تعمل كده. في ايه؟ كده برضو يا معتز تستخسر في جدتي؟ معروف صغير زي ده. طيب خلاص خلاص خلاص، بطل الحركات دي. لا لا خلاص، انت بتعملها بعد ما انا قلت لك، بس خلاص بلاش، انا كشفها الحركات دي كلها. خلاص ممكن ننزل سوا انا وانت، وامري لله. امرك انت اللي لله؟ معتز انت عارف كويس جدا ان ألفت ما بتحبنيش وبتكرهني. بقول لك ايه، انا اوريدي بتلكك، لو انت مش هتنزل معايا يلا بينا نمشي ونقفل على الموضوع ده كله. طب خلاص خلاص، انا اسف. اتفضل انزل. يلا ركز على ركز. اي خدمة؟ مساء الخير يا عمي. عمك؟ ماشي، اي خدمة؟ احنا كنا جايين نسأل على استاذ نيازي. استاذ نيازي؟ لا لا مش استاذ ولا حاجة يا فندم، يقصد الواد نيازي. نيازي، واد، ممكن.
نيازي مش موجود، تروحوا له في لوكاندا اسمها هاي ستايل، ممكن تلاقوه هناك. لا ما حضرتك اصل احنا لسه جايين من هناك حالا وقالوا لنا ان هو مشي. وهو ما جاش هنا. عموما لو حصل وجه نقول له مين؟ حضرتك قول له يحيى ومعتز سأل عليه. انا يحيى وهو معتز. بعد اذن حضرتك. تعالى تعالى تعالى. انا بشبع عليكم، متهيألي اني شفتكم قبل كده. مستحيل. مستحيل ليه؟ مش عارف الصراحه. لا لا يقصد جايز جايز. هو حضرتك متاكد انك شفتنا قبل كده ولا جايز؟ لا انا حاسس اني شفتكم بشبع عليكم مش بس مش عارف فين. ما هو احنا بقى هنفتكر، ولما نفتكر هنيجي نقول لحضرتك بعد اذنك. تعال هنا تعال تعال تعال. ايه رايكم كل واحد فيكم مستعد انه يكسب 5000 جنيه في ساعة زمن؟ ازاي؟ انا اصلا رايح اقابل ناس مهمين قوي عشان شغل مهم قوي، وعايز ناس معايا حواليا يعني كانهم الرجاله بتوعي. ايه رايكم؟ وحضرتك العمليه دي فيها نسبه خطوره عاليه؟ ولا عاليه ولا واطيه ولا حاجه خالص، ده احنا هنروح نمضي عقد بتاع شركه وندي الناس الفلوس وكل واحد يروح لحاله. باي 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 باي. يعني العمليه دي ما فيهاش بقى تسليم بضاعه وكلمه سر والحاجات دي؟ يا ابني ما فيش حاجه من دي، احنا هنديهم فلوسهم ونمضي عقد الشركه، كل الحكايه بس ان عايز اعمل برستيج لنفسي. انا موافق. موافق ايه يا بني ادم انت وجدتك؟ معتز ساعه مش هتضيع الدنيا. انت مجنون يا ابني انت، بقى جدتك في خطر رهيب وانت هتسيبها عشان 5000 جنيه؟ ايه الهبل ده؟ معتز الموضوع كله هياخد ساعه، هنخلص وبعد كده ندور عليه. يلا اتفضل. انت كده فهمت الجينات الوراثيه اللي في عيلتكوا دي؟ انت مريض. ايه ده ايه ده؟ عشان 5000 جنيه خلاص؟ روح انت اعمل بادي جارد، انا همشي. لا طب تعالى انت تعالى انت. ما هو يا انتوا الاثنين يا ما فيش. ها قلتوا ايه؟ لا مفيش ايه. معتز انت هتيجي معايا ورجلك فوق رقبتك. لا مش هاجي، هروح ادور على نيازي، همشي غصب عنه. لا يا معتز مش هتمشي من هنا على جثتي. همشي يعني همشي. بقولك ايه، بقولك يا امينه يلا غروا انتوا الاثنين، ده انتوا فضيحه. يلا انا هروح لوحدي. يلا يلا. ايه مفيش مشاهم من هنا؟ اتفضل اتفضل. طيب انت هنا. انا خلاص لغيت الفكره نهائي بقى. لا لغيت الفكرة لغيت الفكرة لغيت الفكرة. على فكرة بقى حتى لو لغيت الفكرة انت لازم تدفع شرط الجزاء 5000 جنيه ليا و 5000 جنيه ليه بالظبط. ولا يا معتز قول له قول له ان احنا لغينا شغل كتير جدا عشان نعملك العملية بتاعتك دي. طبعا. وقلت ايه؟ ايوه لغينا حاجات في ست رقاصة عايزانا بودي جاردز كتير من اكتر من كده. ايه ده احنا في عرض 100 جنيه لازم يعني تتسحب من لسانك عشان جيت. حد فيكم قال 100 جنيه؟ ها؟ موافقين. يعني ساكت يعني؟ النظرة دي أنا شفتها قبل كده في عينين الأستاذ الفنان الراحل مربي الأجيال الأستاذ زين العشماوي لما كان بيجسد شخصية الضابط الشاح في فيلم الخطايا مع الفنان الراحل الأستاذ العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ محطم قلوب العذارى ومفجر ثورة مصر الغنائية، وخصوصا لما حس انه ابن ناس ومعهوش فلوس قام مادد ايده في جيبه ومطلع مبلغ واداهوله زي حضرتك ما هتعمل معايا دلوقتي بالظبط. صح؟ انت بتستهبل يالا؟ يعني مش عارف تتصرف في 270 جنيه وتدفعهم؟ بصراحه اعرف. طب لما انت تعرف تتصرف طب ما تتصرف بسرعه بدل ما تعرض نفسك لحجز ونيابه ومشاكل ما انتش قدها. يعني يرد سعادتك كظابط شرطه يا شاه في خدمة الشعب ان مواطن زي يدفع 270 جنيه في سندوتش جبنة ما فيهوش ريحة الجبنة وكله خس وخيار وسندوتش تونة ما فيهوش ريحة التونة ومليان زيت وحتتين جاتوه وكوبايتين شاي من ابو فتلة المسلوق اللي ليه ريحة ولا طعم وبارد كمان. يا ابني ما هي اسعار الفندق كده، هما ما قالوكش ان في مانع متشارج قبل ما تطلب؟ بصراحة بلغونا. طب لما هم بلغوك طلبت ليه؟ اصل انا كنت معزوم وده كان شرطي على الناس اللي عازميني. طب فين الناس اللي عازمينك دول؟ اصلها خرجت وهي بتعيط جريت وراها عشان الحقها واخليها تدفعلي ما لحقتهاش. حاولت تحصلها عشان تدفع لك ولا عشان تشوفها بتعيط ليه؟ بصراحة في الاول عشان تدفعلي وبعد كده بالمرة اطمن عليها عشان بتعيط. تطمئن عليها عشان بتعيط؟ يا عسكري خد يا ابن الراجل ده حطه في الحجز ويتعرض الصبح على النيابة. استنى يا عسكري. طب ممكن سعادتك تتوسط وتتصلي بالسادة المسؤولين عن الفندق ان هم يقسطوا لي المبلغ او على الاقل يعني يعملوا لي خصم 87% وانا ادفع فورا وكاش. يا ابني خد الراجل ده حطه في الحجز، هو فاكر نفسه فين ده؟ يلا يلا. لا حول ولا قوة الا بالله. معلش يا ضنايا خدي اشربي الليموناتة دي تروق لي الدم. دمي انا دمي نشف خلاص يا خالتي.
معاش ولا كان يا دنيا اللي ينشف دمك. ده انا اجوزك سيد سيدو. انا مش عايزه اتجوز خلاص، ولا عايزه اسمع سيره الرجاله دي من اصل. ماله باسم يا حبه عيني، كان هيشيلك في حباب عينيه وكان هيراعيكي وكان اسكتي اسكتي باسم، ده انا نسيته خالص ومشيت وسبته. يا عيني يا ترى عمل ايه؟ نسيتي وسبتيه؟ هو شنطه سبتيها يا بنتي؟ هو في ايه اللي حصل؟ اصل انا كنت عازماه ومشيت من غير ما ادفع الحساب، وهو بقى فضل يجري ورايا عشان ادفع. بس انا كنت في ايه ولا في ايه؟ شفتي الوتو بتاع الراجل الخسيس بقى كان بيجري وراكي عشان انت اللي تدفعي الحساب، بدل ما كان يجري وراكي عشان يشوفك انت بتعيطي ليه. ما كمله من شويه يا خالتي. ما هو من غلب يا بنت بضحك معاكي. بقول لك ايه، هو سي حسين راح فين؟ النبي ما انا عارفه، بس انا حسيت بيه كده نازل السلم من ناحيه السطوح ومعاه شنطه. شنطه؟ يا سلام، كان فيها ايه؟ لا ما سالتوش، بس انا بصيت عليه من الشباك وشفته بيحط الشنطه في العربيه ومعاه اتنين تانيين. يا سلام، اتنين تانيين مين دول؟ ما انا ما شفتش كويس بقى من الشباك، بس شفت واحد فيهم شكله زي ما يكون كده نيازي. يا سلام يا سلام، وايه اللي جابه لحد هنا يا خالتي؟ انا بقول شكله جايز مش هو. يا سلام، طب والتاني كان مين؟ ما انا برضو ما شفتش كويس من الشباك يا خالتي، بس شكله كده زي ما يكون المحامي بيليا. يا بنت اتعاملتي في نواطرك ولا ايه؟ بقى بيليا مع نيازي مع حسين. انا بقول شكله جايز مش هو يا خالتي. احتمال. انت مستنيه حد؟ انت اللي مستنيه حد؟ لا، جلال ابني معايا المفتاح. يلا بقى نرجع له خير. اوبا، اهلا وسهلا يا معلم. العواف. العواف عليك يا اخوي. الحلاوه دي على النعمه، ليلتنا قطره من لحمه البتلو. متشكرين قوي يا معلم، كتر خيرك، ربنا يسعد ايامك يا رب. الله يخليك، بس اصل انا شطبت بدري وكنت مروح، قلت اطلع اشوفك يمكن تكوني عايزه حاجه من السوق لمؤاخذه ولا بتاع، ولا اللي انت عايزاه يعني، انا تحت امرك يعني لمؤاخذه. متشكرين قوي يا معلم، كتر خيرك، اعذرني معلش يعني انا اسفه مش قادره اقول لك. اتفضل. لا معلش معلش، انت براحتك، انت جات اكتر ان شاء الله. اهلا اهلا اهلا، مساء الفل يا استاذه. مساء الخير يا معلم. ازاي حضرتك وازاي الاستاذ حسين؟ هو موجود؟ لا، اصلا انا ما لقيتش العربيه بتاعته تحت التاكسي، مش واقفه قدام البيت. لا هو خرج بس يلزم خدمه. كنا عايزين يعني نقعد مع بعضينا شويه انا وهو، ونخلص الحاجات اللي متعلقه بينا وبين بعضينا دي، اللي هي الفرح وكتب الكتاب واللازم انه، ولا ايه يا جميل؟ مش ولا مش يا معلم، قصدي كل شيء باوانه يا اخوي. الله يخليك، الله يحفظك، ربنا يخليك. طب بقول لكم ايه، ما تيجوا ننزل تحت مع بعضينا احنا كده نشموا شويه هوا، بدل القعده في بين الاربع حيطان، حتى الشقه لا مؤاخذه ريحتها مكمكمه كده. ايه رايك يا خالتي؟ بيقول لك مكمكمه، رايي في ايه؟ ده ابوك يشرحنا يا بنت. لا احنا مش ناقصين. ها انزل بقى، انا وقف التاكسي قبل ما تلبسوا انتوا. ماشي. لا يا معلم، خليها يوم تاني بقى حتى نستاذن بابا. استاذن بابا صح، لا عداك العيب لا مؤاخذه، صح انت صح. طيب ها، مش عايزين حاجه؟ اهلا مؤاخذه، ابعت لكم عشاء، صينيه عشاء حلوه كده. تصدق يا معلم لو كنت سبقت بخمس دقايق لسه شايلين الاطباق والصواني دلوقتي. مطرح ما يسري امري. طب طبق فاكهه حلو كده عشان تحلوا بعد الاكل. يا اختي اسالي البت، هي واقفه قدام كان فاكهه يا معلم تستاهل بقك. ربنا يحلي بقكم يا رب في حاجه النبي. طب ابعت لكم شويه حاجه ساقعه عشان تهضموا الحاجات اللي كنتوا كلتوها دي. شاربين حاجات ساقعه على مغمغمه على نفسنا. تشربها يا رب من زمزم. الله يخليك. طب بقول لحضرتك ايه، ما تشوف الاستاذ جلال يمكن يكون محتاج حاجه ولا بتاع، لا مؤاخذه يعني. شكري. عايز درس خصوصي، كراريس، كتب، انشطه. جلال ابني هيعوز انشطه يا معلم. طبعا انشطه، بيحتاجوا انشطه ومستويات خاصة كمان، أو اللي بيقولوا مستوى رفيع. مستوى رفيع. ورحمة أبوك يا معلم. نعم. ما أنت مكمل ولا كلمة، إحنا مش عايزين أي حاجة، مع ألف سلامة يا أخويا والقلب داعيلك. طب أنا عندي في المحل تحت. مع السلامة يا معلم، بون. ده أنا محلفاك برحمة أبوك، عيب كده بقى، عيب كده. مع السلامة. ماشي. مع السلامة. طب ماشي ماشي، الله يسلمك. طب مش عايزين حد يسيق. إحنا طفينا النور يا معلم ونمنا خلاص. وإذا كان في غسيل أنا عندي اللي يقوم بيه يعني، مش خلاص رجلي مش شايلاني، حاسس إن هيغمى عليا. استنى. إيه؟
فيه. انا نسيت حاجه مهمه جدا. ايه خير؟ نسيت اطفي البوتاجاز على البيض اللي بيتسل. خرب يط حد ينسى البيض بقى، البيض يتنسي ازاي بس؟ طب مش ايمان موجوده في البيت؟ يبقى كده تطفي على البيض، مفيش مشاكل ولا حاجه. شايف اللي انا شايفه؟ انا بقول نطلع من باب الوصاية. ايه؟ انت عايزني اهرب ولا ايه؟ مش دي فكرتك؟ مش انت اللي بتقولي ده حقك واوعى تسيبه؟ معلش. معلش ازاي؟ انا عصر راجل كبير وسني ما يسمحش بالبهدله دي. لا اجمد امال. لا ما يصحش كده. مش عارف مش. يا بيلي انت متاكد انه هنا ألفت جايه مخصوص عشان تتعرف بيه؟ طبعا يا فندم متاكد، ده انا رحت الفيلا وتاكدت بنفسي انهم هنا. بقول لكم ايه؟ خدوا بالكم نيازي وعم حسين واقفين ورا هناك، عايزكوا تنطروا ألفت باي ثمن. نعمل لها ايه يعني؟ نخطفها؟ ما عرفتش انا. استاذ هاشم حضرتك، هو الاتفاق اللي ما بيننا لسه ساري زي ما هو؟ يعني لسه، بس ايه تخفيض 50% هنا مكان عام، يعني مفيش خطوره. حلوين والله الحمد لله. رضا والله الحمد لله. طب مدام ألفت حضرتك ما تحبيش مثلا تتمشي شويه على البسين بره؟ بصي بالليل الجو بيبقى جامد. طب حضرتك عارفه ان نيازي بيضرب بيانو هنا في الاوتيل كل ليله؟ مش معقول. لو حضرتك عايزه تتاكدي بنفسك تعالي معايا، الصوره بتاعته هناك قدام المطعم الايطالي. عن اذنك يا هاني. اتفضلي اتفضلي. يلا اتفضلي حضرتك اتفضلي. خدوا بالكم. يلا يلا نقابلهم هما بقى بالصدفه زي ما اتفقنا. يلا هاشم بيه، ايه الصدف دي؟ صدفة خير من ألف ميعاد. أهلا وسهلا. أهلا أهلا هاشم بيك. هو البرنس. أهلا وسهلا. عرفت كيف إن إحنا هون؟ لا ما هو معلومة. ليه هون دي؟ هون دي مش بالمغربي. هون موجودة في كل حتة. هون أنت ما عندكوش إيد هون؟ طيب مغربي مغربي. عرفت كيف إن إحنا هون؟ أنا اللي قلت له سمو البرنس، وسامحني لأن المسألة حياة أو موت. موت من؟ أنا أصلاً جاي عشان أجيب لحضرتك العقود الإضافية، الضمانات عشان تمضيها وتاخد الفلوس. لا ليس الآن، العمل له وقت والمتعة واللهو لها وقت آخر. أنا الآن في متعة ولهو. إيه؟ ماذا؟ معلش يعني هتمضي العقود ولا لا؟ أمضي أمضي عشان خاطرك وخاطر بوليا. تفضل 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 يا اسمو البرنس. تفضل سعادتك. ثانية واحدة. العقود يا بيلي. يا فندم اتفضل حضرتك. اقرأ العقد الأول. لا لماذا لا؟ أمضي بدون أن أقرأ؟ أيوه خلصنا. حاضر أمضي بدون أن أقرأ عشان خاطرك وخاطر بوليا. أهلا يا هاشم بيه. أهلا أهلا يا هانم، إزاي حضرتك؟ أنت مشرفنا هنا في الأوتيل؟ لا ده أنا أصلي جاي أعمل أهم مشروع في حياتي مع صديقي أمين عز الدين بيه. مساء الخير. أهلا أهلا. مش عارفة أنا شفت حضرتك قبل كده؟ لا أظن متهيألي اني شفتك قبل كده. مالك ما شافكيش؟ لا انا بس مش فاكره فين. ليس فين ليس فين. انا حاسه اني شفتهم قبل كده. انا دايما يجي الاحساس ده بس بيطلع مش مظبوط. مدام فوزيه الجروب وصل في انتظار حضرتك. طيب اوكي انا جايه على طول. عن اذنكم. اتفضلي يا فندم. نكمل العقود بقى. اتفضل. امضي الضمانات. الله يخليك الله يخليك. وادي يا عم فلوسك كامله ومعدوده. متشكر. انا هاخد الفلوس وكت. طب وانا؟ انت ربنا معاك بالسلامه. سي سلامه. لا تنسى ان تطفئ على البيض. البيض بسرعه بسرعه بسرعه. هل لديه بيض على النار؟ استاذن انا ايضا.
كل حاجه مظبوطه؟ تمام تمام. الف سلامه. سلامين وحته. مع السلامه. اتفضل. الله، امال سمو الامير راح فين؟ يظهر عنده ضيوف. قولي لي، هو نازل عندكم هنا في المكان ده؟ لا طبعا، لو كان نازل كنت اول واحده اعرف. لا هو الحقيقه اصلي معاه ضيوف من عندهم البلد يعني، وعازمهم هنا. بعد اذنكم اروح اطمن عليهم وارجع لكم على طول. اتفضل. ما تشرفونا في المطعم الايطالي. نيازي طلع يلبس وهينزل يعزف على البيانو هناك. انا اتعاقدت معاه هنا في الاوتيل. مع نيازي بيشتغل عندك هنا في الاوتيل؟ طبعا، وانت وضيوفك معزومين عندي في المطعم الايطالي. لا، الشبراوي. شبراوي او قبلها نيازي. نيازي قال الشب. يا ني знايو ني كاكوي شبراوي. مش عارفه. طيب ماشي خرسو. شفتي طلعت مش عارفه؟ مفيش حد يعرف حاجه عن نيازي هنا خالص على فكره. يحيى، هم قالوا لك تحت رقم السويت كام؟ هقول لك. نسيت. شكلك يا يحيى بتلعب معايا لعبه انت مش قدها. ليه؟ وانا ايه مصلحتي يعني ان انا العب لعبه زي دي؟ بقالك ربع ساعه بتدور على رقم انت مش فاكره. نعمل ايه يعني؟ طب ما انا نسيت. الو، لو سمحت عايزه رقم السويت بتاع مستر نيازي الشبراوي. كده؟ طب ميرسي قوي. هما قالوا لك رقم سويت كام؟ 366 767 او او 356. خلاص امشي قدامي. طب انا همشي انا بقى عشان ما يبقاش فيه احراج. مش والله. وتسيبني اروح لوحدي؟ الله، مش جوزك؟ انا هطلع معاك اعمل بيكي ايه؟ قدامي. اتفضل البس. هو انت بتتكلم بجد يا نيازي ولا ايه؟ انت اكيد بتهزر. بيالو ايه ده؟ انا هلعب عليه. بهزر؟ بهزر ايه يا ابني؟ انت ايه، انت هتستعبط عليا؟ مش واحنا كنا عيال قد كده درسنا البيانو سوا؟ ده انت كنت بتطلع علينا الاول. ايوه كنا عيال قد كده، محدش فاهم حاجه. هو ايه اغنيه واحده اللي انا حافظها وبعملها كل سنه؟ وبيدوني الجايزه عشان بابا كان بيدي الميسات والمديره هدايا. يعني اعترفت اهو. ايوه ممكن امشي بقى؟ تمشي تمشي. تروح فين؟ اقعد هنا. هتلبس وهتعزف وهتنزل غصب عنك. يعني ايه غصب عني؟ فوزي هتشوفني هتعرف ان انا مش انت. يا عم ما تخافش، 100 مرة أقول لك الجو هناك مظلم، الإضاءة خافتة، وعين تطويل زيي، ما تقلقش، وطي راسك كده وأنت قاعد بتعمل، ما حدش هيشوفك، وبعدين قبل ما تخلص أنا هنزل لك. أنا مش خايف بس غير من خطتك الجهنمية دي. الصراحة أنا شايف إن الحل ده معقول جدا. يلا بينا يلا بينا عشان ما حدش. يلا أنت التاني اقعد. اقعد إيه؟ امسك، خد المزدجة، والزق الدقن والشنب، وتنزل تقعد مع هاشم. مش عايز الراجل يحس ان احنا خدنا فلوسه فلسعنا. انت واهم؟ ايه؟ انا لا يمكن اعمل كده ابدا. انت بتخرج؟ ده انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي بسببك، بسبب اللي حصل امبارح. هتنزل ولا لا؟ لا، وسيبها تتنطط. اقسم بربي هتاخد مني تعريفه واحده. ايه ده؟ هو انت كنت ناوي تديني فلوس صحيح؟ كنت. لا بص بقول لك على حاجه، انت راجل محترم، والمحترم لا يمكن يرجع في كلمته. انا كمان محترم ولا يمكن ارجع في كلمتي. اعتبرني البست. وانا كمان. انت كمان محترم؟ طب ما نفس الطول اهو، خايف من ايه؟ البس. مشيني والله العظيم نيازي كرهني خلاص. ما يهمنيش. طب طب وحياة اغلى حاجة عندي. تعال امشي. يلا يا يحيى خبط. طب تخبط انت. لا خبط انت. حاضر حاضر. يلا خبط. ايوه. ايه ده انت نايم؟ طب اجي لك في وقت تاني. خد هنا. تيجي فين؟ برافو عليك، فلت من الألفت ازاي؟ مالك مبلم ليه؟ ايه فيه مالك؟ هو 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 السويت ده بتاع مين؟ سويت فوزية، هحكي لك على اللي حصل امبارح. لا انا مش عايز اعرف،
مش عايز، اصل انا ما بحبش اجيب سيره حد مش موجود. حد قال ان احنا بنجيب سيره حد مش موجود؟ انا بقول لك هحكي لك على اللي حصل امبارح. انا عارف، انا مش عايز اعرف. ما هو ما بحبش الحاجات دي، ما بحبهاش. تجيب سيره حد مش موجود بقى، هو مش موجود، والحاجات دي بتبقى فتنه. اتجننت ده انت، في ايه مالك؟ انا اتجننت يا نيازي؟ أيوة. متشكر جدا على الاهانه، انا متشكر جدا. انت ايه اللي دخلك سويت مدام فوزيه يا نيازي؟ فوزيه؟ لا انا ما بحبش اجيب سيره حد مش موجود. الوردة دي الأستاذ نيازي. مدام فوزية يا أستاذ نيازي. يا سلام، عبيطة أنا والعيلة علشان أصدق الكلام ده. أيوة لازم تصدقيني، اخص عليكي بقى. معقولة يعني أنت فاكر أن بيني وبينها حاجة؟ ليه كده يا ألفت؟ معقولة أنت اللي يشوفك كده يحس أنك أنت فاكر مثلا أن احنا نكون مثلا يعني اتجوزنا مثلا؟ مش بعيد، تعملها. أعملها؟ اخص عليك يا ألفت. أنا ده أنا بدأت أحس بطعم السعادة وأنا جنبك. ده وانا جنبك يا ألفت ابتديت احس ان الدنيا بدات تضحك لي. حاسس ان بكره فارق لي دراعاته وبيقول لي ارمي نفسك في حضني يا نيازي. هترمي؟ هرمي لوحدك؟ لا طبعا، وانت معايا. ألفت انا ابتديت احس ان انا ألفت يا ريت ما تضحيش الليله دي بقى في الكلام. بقول لك ايه، روحي دلوقتي وانا النهارده هجبت معاكي. افهم من كده ايه؟ افهمي بس قولي يا رب يا رب. يلا بقى ما تضيعيش الوقت. هستناك، مش هنام لغايه ما ترجع. بصي 11 بالدقيقه هتلاقيني عندك، لو ما جيتش لغايه 12 نامي انت على الساعه 1. طيب هنزل اشوف خاله واخده وامشي. خاله؟ خاله ده ايه؟ اهو خاله ده هيضيع منك الليله. لا بقول لك ايه، انسي خاله ده خالص. تطلعي من هنا على باب الفندق تاخدي تاكس وتطلعي على البيت وانا وراكي فريره هطلب لك تاكس. تاكس! انا قصدي يعني انك تقطع عرق وتسيح دم. انت ناسي يا اسطى ان انا جزار، دي شغلتي. انا قصدي يعني انك تضرب على الحديد وهو سخن، عشان لو الحكايه طولت هترجع للحب القديم تاني، وخصوصا ان قدامها في الطلعه وفي النازله، وعلى راي المثل اللي بيقول الزن في الودان امر من السحر في الابدان. الله. طب وبعدين اعمل ايه؟ شور عليا يا اسطى نعيم. انا قصدي يعني تستنى لما تقابل سي حسين، وبعدين تحدد معاه ميعاد للشبكه، وتحدد معاه برضه لكتب الكتاب والدخله، وتكون في يوم واحد. الله. طب وافرض سي حسين اتاخر ما جاش اعمل ايه؟ ده احنا قاعدين بنتسلى. تسلى ايه يا راجل؟ حرام عليك ارحمني، ده انت تامن وش تديك دقني. ايه في ايه؟ مش احسن ما نقعد وشنا في وش بعض؟ هو انت جاي عشان تسلف دقني؟ خلاص انا خلاص كده كويس قوي، حلو قوي كده اهو. الله 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 الله. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا حسين افندي؟ الله كفى الله الشر. لا ابدا، اصلي لسه راجع دلوقتي من عيد ميلاد ابن سفير ماليزيا. وبعدين انت ايه اللي مسهرك يا اخي؟ مش بعاده يعني. اصل انا قاعد مستنيك يا عمو. عمو عم الدبب
قلت لك الكلمة دي بتعصبني. معاش ولا كان اللي عصابك يا حسين افندي؟ انا كنت بس عايز اقعد معاك شوية كده عشان نحدد ميعاد كتب الكتاب والشبكة واللازم منه دلوقت النهار لي عينين يا معلم. لا ما انا كده مش هيجيلي نوم غير لما احط النقط فوق الخروف او فوق الحروف. خلاص عدي علي الصبح نطلع نقعد على الروف فوق ونشرب كوبايتين شاي واللي فيه الخير يكون. يعني ما ينفعش دلوقتي؟ لا يعني يرضيك اروح وانا مكسور الجناح؟ اه يرضيني. طيب تصبح على خير. وانت ما تجيب اشيلك الشنطه دي؟ لا يا سيدي متشكرين. انت مش قلت تصبح على خير؟ واقف ليه؟ انا عايز اريحك يا حسين افندي. الشنطه تقيله عليك. لا يا سيدي متشكرين خالص. هي فيها ايه الشنطه دي؟ الله اما راجل حشري صحيح وبارد من كتر قعدتك عند نعيم الحلاق. علاء النعمة الشنطة دي مليانة أسرات. نيازي نيازي nothing excuse me. هات البيبيون اهي. هات البنطلون اديتهولك. اه صح. هات الجاكيت بقى. عشر ثواني بالظبط وفوزاك خلاص تهرشني. الحمد لله اتصدرت. نيازي نيازي انت جوه؟ جوه طبعا. مش عارفه يا نيازي انا حاسه كده بحاجه غريبه. حاسه ان انت مش انت. انا فعلا انا مش انا. طلع ايه هتسيبني هنا انا اعمل ايه؟ ابقى اطلع بعد وانا امشي ماشي؟ طب انا هقعد اعمل كل ده ايه؟ سلي وقتك اعمل اي حاجه اعمل بيبي تاني انا هي. ايه مالك؟ تمام؟ الحمد لله كنت مزنوق. انا بس كنت عايز اسالك سؤال يعني مستغرباه شويه. انت ليه قعدت ماسك نفس القطعه تعزف فيها تعزف فيها يجي 10 مرات؟ 10 مرات؟ انا قاصد اعيد المقطوعه. قاصد؟ طب قاصد ليه يا حبيبي؟ قصد دي من المقطوعات اللي هي مقطوعه ايه؟ طلعت يا محلى نورها. طبعا كان لازم اعيدها. انت مش عارفه النهارده ايه؟ النهارده ايه؟ النهارده عيد الفلاح. عيد الفلاح؟ هو الفلاح ليه عيد؟ طبعا بيبقى 3 و4 زي الفاس في الراس كده. مش ممكن بجد. انت انسان حساس وفظيع. انا بندم على كل دقيقه ما قضيتهاش معاك. مفيش داعي. في حاجه؟ انا عارف صار في واحد عايز يطلع واحنا موجودين. ازاي ما يصحش؟ احنا هنفضل واقفين كده عند الحمام ما يصحش. تعالي نقعد في اي مكان يا حبيبي. انا ممكن اقضي معاك عمري كله في اي حته حتى لو كان الحمام. لا ما يصحش. تعالي نقعد في الريستوران واعزف لك اي حاجه انت عايزاها. تحبي تسمع مقطوعه ايه؟ ولا اقول لك انا هعزف لك مقطوعه دقه ساعات العمل. الله دقه ساعات العمل. طب هي اشمعنى يعني دقه ساعات العمل؟ عشان عيد العمال في اول مايو قادم. بجد؟ اي معقوله انت فظيع بجد فظيع. طب يعني لو جه عيد الاطباء مثلا هتعزف لهم ايه؟ بوس الواوا. بوس الواوا؟ او عارفه الواد اللي اسمه عادل جه الدكتور وعمل له ايه؟ عمل له ايه؟ قام مديله حقنه كبيره. عارفه اداله الحقنه فين؟ فين؟ في الريستوران هنا. اقول لك على مساء الخير يا ولد. هلا. انا افتكرتك حكمت بره. لا حكمت بره فين؟ هلا كمان فين؟ انا عندي اخبار تفرقه جدا. حددت له ميعاد خطبه مع الاميره جهاد. ما شفتوش. تعشى وسابني.
انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مش عدك يعني؟ ما جاليش نوم. وانت اتاخرت كده ليه؟ اسكتي. انا لفيت مصر حته حته مع الامير، كل حته اروح فيها اكل بطبق قد كده لحد ما وصلنا سيدنا الحسين. قال يا سلام نفسي في طبق فول بالسمن البلدي، جبت له طبق الفول بالسمن البلدي. عايز رز باللبن، جبت له رز باللبن. قال لي عايز قشطه، جبت له قشطه. قال لي عايز زبادي، جبت له زبادي. وفي الاخر قال لي نفسي احبس بشيشه وشاي بالنعناع. تخيلي. معقول كل ده؟ انا عمري ما شفت ناس بتاكل بالطريقه دي وبالكميه دي. واضح ان عندهم مجاعه فلاتهم الناس دي، ما بياكلوش خالص. ما شفتش نيازي؟ شفته يا ستي، كان بيعزف في المطعم اللي بيشتغل فيه. واللي اسمها فوزية دي كانت هناك؟ ايوه ستي كانت هناك، وقاعده مسبله له كده زي ما تكون مربيه قطه سيامي. انا حاسه انه بينهم حاجه. يا حبيبتي شيلي ده من ده يرتاح ده عندك. وبعدين انت ايه حكايتك؟ خلاص وانت اول واحد تتجوزيه، وياما صرفتي قبل كده، مفيش مشكله. خلاص انسي انسي يا حبيبتي انسي، اللي راح راح. اسمعي كلامي، الخساره القريبه ولا المكسب البعيد؟ شوفي نفسك، شوفي نفسك. ومعرفتش نيازي حيبات في الفندق ولا لا؟ الحقيقه هو كان لسه شغال في المطعم اللي هو بيشتغل فيه. الغريبه بقى ان الامير قام سلم عليه بمنتهى الحراره زي ما يكونوا اصحاب من زمان. بكره لما يجي حابه اساله. ده يعني لو جه خالو. وبعدين؟ ولا قبلين. تصبحي على خير. هتعمل ايه بكره؟ عندك مواعيد؟ ايوه عندي ميعاد مع الامير. الساعه كام؟ انا ما اعرفش، هو قال لي هيقول لي بيليا، وبيليا هيقول لي بيليا. ده طلع مهم قوي وانا مش واخد بالي. المهم تصبحي على خير يا حبيبتي. فكرة يا باشا، في عربيه بتراقبنا من ساعه ما خرجنا من الفندق. بتراقبنا احنا ليه؟ لا دي بتديني الرعاشه عشان اقف. اقف؟ طب اقف كده على جنب نشوف اخرتها ايه. العربيه اللي ورا دي؟ اكيد يا فندم. ايه ده؟ انتوا ما رحتوش ليه؟ اصل في الحقيقه في موضوع كده كنا عايزين نكلمك. موضوع ايه هو ده؟ وقت وانتوا بتهرجوا. يا نيزي استنى لو سمحت، دي مساله حياه وموت. بقول لك ايه، الايام اللي فاتت دي كانت ايام سودة اصلا، لازم امشي دلوقتي لانه قلت ممكن تعمل كارثه. اجلوا موضوعك لبكره. لا مش هينفع يتاجل. ليه ان شاء الله؟ جدتي مالها؟ مش عايزه تاكل ولا تشرب ولا تاخد الدواء، ولو استمرت على كده ممكن تموت. ما عملتها قبل كده وعاشت عادي يعني، ما فيهاش حاجه. لا يا نيازي المره دي الموضوع بجد جدا. فعلا جدة يحيى بتموت. أنا مين؟ إيه الحركة دي؟ مخصمة. يا خبر أبيض يا خبر أبيض. إيه ده؟ حد يخصم نيازي؟ حد يزعل من جوزه؟ أنا زعلانة من جوزي. لا أوعي عشان خاطر ما تزعليش مني. قولي لي بقى، ما بتاكليش ليه؟ مش عايزة آكل. طب والدواء ما بتاخدهوش ليه؟ عشان أموت. فكرة هايلة. عشان اموت؟ يا سلام. لعلمك بقى انا عامل حسابي. شوفي جايب لك ايه؟ شوكولاتايه وكاندي، بونبون كتير اهو توفي. تاكليهم من هنا السكر يعلى عليكي، تقومي خلصانه بكل حاجه. اخصى عليك وهون عليك. ايوه تهوني عليا عشان بحبك. اللي بيحب ينفذ اللي حبيبته عايزاه. تقوم تموتني. اديكي خفتي. عرفتي بقى قد ايه الدنيا حلوه؟ عرفتي قد ايه الدنيا ديت ما نقدرش نفرط فيها؟ لازم نعيشها، لازم نستمتع بكل حاجه حلوه فيها مع الناس اللي بنحبهم. ما تستاهلش يا نيازي، ما تستاهلش. انا عارف انها ما تستاهلش. خلاص تعالي نعيش لنفسنا، نقول للدنيا كلها ان احنا زي الفل وعاقلين، وانا هفضل جنبك وهساعدك.
صحيح يا نيازي؟ صحيح يا حبيبة نيازي. ما تحرمش منك العمر كله، أنا بحبك حب ما حصلش. يا ريتك أنت كنت حفيدي بدل الواد يحيى. يحيى؟ يا ريت الناس كلها تبقى زي يحيى. ده أنت ما تعرفيش بيحبك إزاي، ده مقطع نفسه عشانك. إيه طلع له وراه إنجليزي؟ هتشوفي. ولا يحيى؟ أنت يحيى تعالى أهو. شايفة؟ شايفة متشحتف عليك إزاي؟ حبيبتي يا تيتا، ربنا يخليكي لي يا رب. أيوة كل بعقل حلاوة يا واد، كل بعقل حلاوة. يا تيتا أنت لو جرالك أي حاجة على فكرة ممكن أروح فيها، أنا ما أقدرش أعيش من غيري. أكل نام بقى من الكلام ده. خلاص، خلاص كفاية الفيلم الهندي ده دلوقتي. يا ريت بقى تقولي لنا عايزة تاكلي إيه عشان نديك الدواء وراه. فتة بالخل والثوم. إيه؟ وريش كل ريشة قد كده بتلو كندوز ضاني من غير شوك ويشيل العظمة. ايه بتلو كندوز ضاني من غير شوك؟ انت دخلتي اللحمة في طرشي بلدي. ايوه ليمون مع اصفر. طرشي بلدي ده عايزة فيه ليمون مع اصفر. ايه ده؟ وانا الحاجات الغريبة دي كلها بقى اجيبها لها منين؟ انا عارف. طب بقولك ايه يا جدتي، ما نقضيها النهاردة كده حاجات خفيفة، جبن، لانشون، عسل ابيض، زيتون، حاجات ديت، وبكرة انا بقى نجيبلك اللي انت عايزاه. ماشي؟ ماشي. طب حلو قوي. دلوقتي بقى ميعاد الجلسة قرب واكيد هيستجوبوكي وانت مش مستعدة. طب الحل ايه؟ تستعدي. ازاي؟ انا اقولك مبدئيا تنسي موضوع الاسورة اللي بيضيع منك ده خالص. نعم اضيع حقي. يلا يا معلم، يلا يا معلم، خلاص انا عارف اخرتها. لا لا انا عارف. لا صدقني في امل. لا والله في امل. انت روح حضر الاكل وسيبها لي، سيبني عليها. ربنا معاك. يلا يلا. بقول لك ايه، ركزي معايا بقى، ما انت كده هتجننيني. ركزي شويه. والله العظيم ثلاثه ان ما تهديت لأم خسر العصايه بتاعتي على دماغك. اوعى تكون فاكر نفسك جوزي ولا حاجه. الله، طب ما انت واعيه اهو. واحسن من. خلاص يبقى ركزي بقى. قولي لي بقى لما يسالوك احنا اتجوزنا ليه هتقولي ايه؟ هقول احنا حبينا بعض. ايوه. وحبينا بعض قوي 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 قوي. ايوه. ورحنا متجوزين. الله اكبر. كده بقى يبقى كل املاكك حلال على كامل ومراته. خدي. ها؟ احنا كنا عيال وشباب وغلطنا. نعم؟ غلطنا. فصعب علي النون والبيبي ذنبه ايه؟ بيبي ذنبه ايه؟ ذنبه ايه؟ ده انت هتودينا انا في داهية. فقلت نكتب. ليه كده انت عايزة تأذيني؟ ركزي شوية، احنا اتجوزنا ليه؟ عايزني اروح اقول لهم ان انا اتجوزتك عشان اعمل لك توكيل تقطع بيه رجل ابو يحيى من الشركة. ايوة، ما هي دي الحقيقة، احنا مش عايزين غير الصراحة. انت شايف كده؟ ايوه شايف كده. خلاص الاكل اهو، ارجوك والنبي تقول ان في امل. ايوه في، خلاص ظبطها لك على الشعر، هتندهش. وريني جدتي. نعم. احنا اتجوزنا ليه؟ احنا كنا في رحلة مدرسية. مدرسية؟ انا كنت رايحة جنينة الاسماك اتفرج على السمك. ايوه. فانا ماشيه على حوض القراميط وانت ورايا. قراميط؟ قراميط يا نازي؟ قراميط ايه؟ ده ما كانش فيه غير قرموط واحد. وطول ما انا ماشيه بحبك بحبك بحبك، ابص في وشه احبه انا كمان، احبه قوي قوي قوي. وبعدين طلبني للجواز قلت له اوكي. كده يا نازي؟ والله هي حصلت للجواز؟ خالص، مفيش حاجة من ده كله حصلت. ركز يا ست، انت كده ضيعتينا كلنا. أوعدك بعد استجوابها هيحجزوا لها مكان في مستشفى الأمراض العقلية، وإحنا بقى أنا وإنت هيحجزوا لنا في سجن القناطر. الله، القناطر؟ لأ، القناطر دي حاجة وسجن القناطر دي حاجة تانية خالص.